مرحبا بكم جميعا متابعينا في سلسلة أقوى العتاد العسكري والدول العربية التي تمتلكها. في هذا الفيديو سنتحدث عن ترتيب جميع الصواريخ الباليستية المشغلة عند الجيوش العربية حسب المدى، ولكن قبل أن نفعل ذلك لا تنسوا متابعينا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله. ولنبدأ بالمركز العاشر، صاروخ OTR-21 توشكا، ويبلغ مداه من 70 إلى 185 كيلومتر. هو صاروخ باليستي تكتيكي ينقل على عربة قبل إطلاقه، ويستخدم نظام الملاحة بالقصور الذاتي. بدأ انتشاره في عام 1981، ويبلغ مداه حوالي 70 كيلومتر بالنسبة للنسخة A، ويصل إلى 185 كيلومترا بالنسبة للنسخة C. تم صنعه ليحل محل سلسلة صواريخ فروغ 7 غير الموجهة. أما المستخدمون لهذا الصاروخ فهم سوريا، حيث تستخدم 23 قاذفة وأكثر من 150 صاروخا، وأيضا اليمن، تستخدم اليمن 20 قاذفة وأكثر من 200 صاروخ. كما تستخدم الجزائر هذا الصاروخ بحوالي 37 قاذفة وحوالي 300 صاروخ. في المركز التاسع، KN-2 توكسا، المدى يتراوح بين 120 إلى 220 كيلومتر. KN-2 توكسا هو تعديل كوري شمالي منتج محلي للهندسة العسكرية للصواريخ الباليستية قصيرة المدى. في عام 1983 حصلت سوريا على عدد من الصواريخ من الاتحاد السوفيتي، وهو صاروخ موجه أحادي المرحلة يعمل بالوقود الصلب بمدى 70 كيلومترا ويبلغ 160 مترا. في عام 1996 زودت الصواريخ كوريا الشمالية ببيانة تقنية عن الصاروخ، ثم قاموا بشحن بعض الصواريخ بأنفسهم ثم إجراء الاختبار الأول للنسخة من إنتاج كوريا الشمالية في أبريل 2004، وكان فاشلا، ولكن تم إطلاقه بنجاح في 1 مايو 2005 في بحر اليابان. ثم اختبار KN-217 مرة على الأقل. يعتقد أن الإنتاج الأولي قد بدأ في عام 2006 مع عرض الصاروخ على قاذفة خلال عرض عسكري في أبريل 2007، ودخل الخدمة في عام 2008، ويعتقد أن ما لا يقل عن 50 صاروخا في الخدمة حاليا. أما المشغلون فهي سوريا. في المركز الثامن، صاروخ SU-400، ويبلغ مداه 400 كيلومتر، وهو تطوير إضافي للSU-300. يمكن أن يحمل إما صاروخين باليستيين قصيرين بمدى يصل إلى 400 كيلومتر، أو 12 صاروخا من طراز PHL-3 كبديل منخفض التكلفة للصواريخ الباليستية الأكثر تكلفة. يتم زيادة الدقة SU-400 عن طريق إضافة GPS لتصحيح التوجيه الملاحي المتسلسل. ووفقا للمطور يمكن تحسين الدقة إذا تم استخدام إشارات GPS العسكرية لاستبدال إشارات GPS المدنية الموجودة. ميزة أخرى للSU-400 هي أنها تشترك في نفس المركبة الإطلاق ونظام التحكم في النيران للصاروخ الباليستي BP-12A، وبالتالي تبسط الخدمات اللوجستية. كما في عام 2020 تلقت ميانمار عددا غير معلوم من نظام الSU-400. أما المشغلون لهذا الصاروخ فهي قطر. في المركز السابع، 9K-720 إسكندر، ويتراوح مداه بين 280 إلى 500 كيلومتر. إسكندر صاروخ باليستي قصير المدى، تعد خليفة لصواريخ أوكا والتي تم القضاء عليها بموجب معاهدة أطلقت لأول مرة في عام 1996، وعين في البداية من قبل حلف الشمال الأطلسي باسم SSX-26، وهو يعتبر صاروخ الأكثر تقدما من نوعه. اعتمد نظام الصواريخ إسكندر M رسميا من قبل الجيش الروسي في عام 2006، وفي الوقت الراهن يعمل فقط مع الجيش الروسي حوالي 20 منها، والبديل المخصص للتصدير يعرف باسم إسكندر A، وهي صواريخ روسية الصنع تصنع في مجمع الصناعات العسكرية الواقعة في مدينة كولومنا الروسية الواقعة في ريف موسكو، وتعتبر من منظومة الأسلحة العالية الدقة، حيث يستطيع صاروخ الإسكندر إصابة أهداف وتدميرها على مسافة 300 كيلومتر. أما المستخدمون الحاليون فهم سوريا والجزائر، حيث تمتلك سوريا 26 وحدة من نسخة التصدير إلكسندر أم. أيضا تمتلك الجزائر حاليا نحو 4 أنظمة من إسكندر الروسية الصنع، وكشفت الجزائر عن هذه المنظومة في أواخر 2020 عبر مناورات عسكرية بثتها القناة الرسمية المملوكة للدولة بعنوان إلى أرض الجزائر.
في المركز السادس صاروخ سكود، ويبلغ مداه بين 180 إلى 700 كيلومتر. سكود هو اسم لسلسلة من الصواريخ الباليستية التكتيكية التي طورت من قبل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، وصدرت بشكل واسع إلى الدول الأخرى لا سيما العالم الثالث، وأطلق عليه الناتو هذا الاسم SS-1 سكود. أما الاسم الروسي للصاروخ في نسخته الأولى فهو R-11 و R-17 ألبروس، أما النسخة المطورة فقد سميت R-300 ألبروس في الوقت اللاحق. ويستخدم مصطلح سكود للإشارة إلى الصواريخ التي طورت بناء على التصميم السوفيتي للصاروخ. أما المستخدمون لهذا الصاروخ فهم الجزائر، مصر، ليبيا وسوريا واليمن. تستخدم الجزائر صواريخ نسخة سكود بي وسكود دي. قالت بعض المصادر أن الجزائر تلقت صاروخ سكود بي أو دي خلال الفترة ما بين 1985 و 1990. أيضا تستخدم مصر سكود بي بروجكت تي، بينما تستعمل ليبيا وسوريا واليمن سكود بي. أما المستخدمون السابقون فهم الإمارات العربية المتحدة والعراق، حيث كانت للعراق 24 قاذفة بالإضافة إلى 819 صاروخ، وأيضا 11 قاذفة من نوع MAZ-7310. في المركز الخامس هواسونغ 6، ويبلغ مداه 700 كيلومتر. هواسونغ 6 ومعناه المريخ 6 بالعربية، هو صاروخ باليستي تكتيكي من إنتاج كوريا الشمالية، وهو صاروخ تصميمه مشتق من الصاروخ هواسونغ 5 الذي هو نفسه مشتق من الصاروخ السوفيتي R-17 ألبروس، ويطلق عليه في التقارير الناتو اسم سكود. بدأت العمل لإصدار الصاروخ الموسع المدى من الصاروخ هواسونغ 5 في عام 1988، وبعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة نسبيا تم إنتاج نوع جديد من الصواريخ عام 1989 سميت باسم هواسونغ 6، وتم اختباره لأول مرة في يوليو 1990، ودخل الإنتاج على نطاق واسع في نفس العام أو في أواخر عام 1991، ثم حل محله الآن الصاروخ رودونغ 1، والمشغلون لهذا الصاروخ هم سوريا ومصر. في المركز الرابع يأتي صاروخ هواسونغ 9، ويتراوح مداه بين 800 إلى 1000 كيلومتر. هواسونغ 9 أو سكود إي آر هو صاروخ باليستي متوسط المدى في كوريا الشمالية، وهو نسخة ممتدة المدى من الصاروخ هواسونغ 6 كوري الشمالي. يبلغ مدى هواسونغ 9 التجريبي حوالي 1000 كيلومتر. قد يكون المهندسون الكوريون الشماليون قد حققوا هذا الأداء المتزايد من خلال توسيع خزانات الوقود والأكسدة جنبا إلى جنب مع زيادة طفيفة في جسم الصاروخ، يمكن أن يفسر انخفاض وزن الحمولة أيضا بعضا من مدى وصول الصاروخ. أما المشغلون فهم سوريا ومصر. في المركز الثالث صاروخ رودونغ 1، ويبلغ مداه بين 900 إلى 1300 كيلومتر. رودونغ 1 وتعني جهد واحد بالعربية، هو صاروخ باليستي متوسط المدى من مرحلة واحدة متنقل ويعمل بالوقود السائل. تم تطويره بواسطة كوريا الشمالية في منتصف الثمانينات، ويعتبر هذا الصاروخ طراز متأقلم من الصاروخ السوفيتي SS-1 الأكثر انتشارا باسم المقرر لدى الناتو صاروخ سكود. حصلت إيران وباكستان على هذا الصاروخ من كوريا الشمالية، وقامت بإنتاجه تحت اسم شهاب 3 في إيران واسم غوري في باكستان. أما المشغلون لهذا الصاروخ فهم سوريا ومصر. في المركز الثاني يأتي صاروخ DF-21، ويبلغ مداه 1500 إلى 1770 كيلومتر. DF-21 أو دونغ فانغ 21 هو صاروخ ذو مرحلتين يعمل بالوقود الصلب، واحد صاروخ باليستي متوسط المدى في سلسلة دونغ فانغ التي طورت أكاديمية تشانغ فانغ للميكانيكا والتكنولوجيا الإلكترونية الصينية. بدأ تطويره في أواخر الستينات، واكتمل في فترة ما بين 1985 إلى 1986، ولكن لم يتم نشره حتى عام 1991. تم تطويره من صواريخ GL-1 الذي أطلقته الغواصة، وهو أول صاروخ أرضي يعمل بالوقود الصلب في الصين. وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2008 أن الصين لديها من 60 إلى 80 صاروخا و60 قاذفة، ما يقارب من 10 إلى 11 صاروخا يتم تصنيعها سنويا. تم تطويرها في الأصل كسلاح استراتيجي، وقد تم تصميم المتغيرات اللاحقة من دونغ فانغ 21 ولكن من المهام النووية والتقليدية، ويعتقد أنها قادرة على حمل رؤوس حربية شديدة الانفجار وذا خائرة صغيرة. كما تم تطوير دونغ فانغ 21 أيضا إلى سلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية. أما المشغلون فهي المملكة العربية السعودية فقط.
في المركز الأول يأتي الصاروخ المرعب DF-3A ويتراوح مداه بين 4000 إلى 5000 كيلومتر. صاروخ DF-3 أو دونغفانغ 3A هو صاروخ متوسط المدى أنتج سنة 1971 واشترته الحكومة السعودية من الصين الشعبية عام 1987، وذلك بعد زيارة الأمير بن سلطان آل سعود لجمهورية الصين الشعبية، برغم أن العلاقات بين السعودية والصين كانت مقطوعة في ذلك الوقت وسميت بعدها رياح الشرق. وزعمت إحدى المصادر الإسرائيلية بأن السعودية تفاوضت مع الصين لشراء نوعين من الصواريخ البالستية لتحل محلها الصواريخ القديمة، أما المستخدمون فهي المملكة العربية السعودية فقط. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب إن كنتم تريدون أن ترون فيديوهات مماثلة من هذه السلسلة، وأيضا الاشتراك في القناة ليصلكم الفيديو، وشكرا جزيلا على المشاهدة.